بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن الجزيئيات العضوية البيولوجية. معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي. إن شاء الله راح نتطرق إلى هذا الدرس. كلنا نعرف أن الجزيئيات العضوية البيولوجية تنقسم إلى 4 أقسام، وهي توجد في الحيوان والنبات والكائنات الحية الدقيقة، مثل النشويات، الكربوهيدرات، والليبيدات، والدهون، والأحماض الأمينية، والبيتيدات، والبروتينيات. أيضا الأحماض النووية موجودة فيها الجزيئيات العضوية البيولوجية نفسها. أولا راح نتكلم عن الكربوهيدرات. الكربوهيدرات مجموعة متنوعة، كلنا نعرف أنها مجموعة من متنوعة من الذرات، وتعتبر مصدر من مصادر الطاقة للكائنات الحية، كما أنها لها عديد من الوظائف راح نذكرها كلها. عفوا، بس تتكون من هذه الكربوهيدرات عموما من الكربون والهيدروجين والاكسجين، ولها معادلة عامة هي كيادات ألف. وطبعا راح نقول نحط ان جنبها، والان هذه تعني بالعدد، عدد الذرات الكربون. ولو راح نقولها بالإنجليزي CH2O N، وهذا المعادلة تدلنا على أن لكل ذرة كربون في الجزء يوجد ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين. والN مثل ما تكلمنا عنها سابقا تعني عدد ذرات الكربون. أيضا راح نتكلم عن الكربوهيدرات بشكل عام، وراح نتطرق هذا الدرس إلى الدرس القادم، بس كنت أبي أتكلم عن لمحة عامة جدا عن الكربوهيدرات، إيش هي بالضبط، وإيش وين موجودة بالضبط، في أي الأماكن بالتحديد بين الجزيئات العضوية البيولوجية. إلى هنا انتهى الدرس، نشوفكم إن شاء الله في درس لاحق تكملة لموضوع الكربوهيدرات وأنواعها المتعددة من السكريات إلى آخره. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليب، ونشوفكم درس لاحق.